ايوه احنا بنحبك وبنقدرك قوي كابتن حسام، وزي ما قالت زوجتك لميس في ناس عاطفيه ودمعتها قريبه وده مش عيب، انما احنا قدرنا انه دموعك في المؤتمر ده كانت دموع اخلاص وعشره وحياه وروح كامله اديتها لكره القدم. يعني احنا ما كناش شايفينها لقطه انسانيه شخصيه، احنا كنا شايفينها معنى كبير جدا، واحد كان مخلص لحاجه بكل روحه وحياته، عشان كده اللحظه كانت قاسيه عليه بالرغم ان هو انسان قوي. عشان كده كل الناس فهمت ان دي لقطه كبيره قوي 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 يا كابتن حسام. انا بشكرك طبعا على الكلام الحلو ده منى. هي كانت لحظه غريبه جدا، عمري ما كنت متخيل في حياتي ان انا ممكن ابكي. يعني كنت بشوف طبيعتك بشوف ماتشات اعتزال وناس بتسيب الكوره وبتعتزل ودموعهم تبقى تنزل وكده. انا رايح المؤتمر عادي بعلن، كنت شويه في حاله توهان كده، خلاص يعني سايب الكوره دي اللي انا اديتها كل حياتي وماشي، على بالرغم ان انا كنت قادر بدنيا، لكن زي ما قلت كان دماغي خلاص يا منى مسؤوليات كتير قوي. ولقيت انت لوحدك في فتره من فترات في النادي الاهلي ان اللوم كله بيجي على شخص، كله اعتزل خلاص، الناس الكبار اعتزلت، مفيش غير حسام غالي في الصوره او في المواجهه، واي لوم دايما كان بيجي على حسام غالي. فقضيت فتره 3 سنين 4 سنين تقريبا ضغوطات جامده جدا، وزي ما قلت ولميس قالت ان انا لما بتحط جوه مسؤوليه بخش بكل جوارحي، وعايز ابقى ماشي زي بالورقه والقلم بالظبط، معايا كل حاجه بقى، مواعيدي، التزامي، تمريني، حتى لو تمرين ده احيانا بيبقى مود اللعيب مش كويس، متخانق في البيت مثلا، تعبان، مش نايم كويس، اي ظروف، الحاجات دي كلها كنت برميها ورا ظهري اول ما انزل الملعب، بدي فوق 100%، دي كانت شخصيتي. فكانت فتره صعبه جدا وانا سايب الكوره وطالع، وبعد الحاجات دي كلها كنت في فتره توهان كده، كل مش عارف انا ايه اللي بيحصل، لغايه ما رحت برده الماتش وتايه، لعبت الماتش وبرده اخر ماتش ليا ده، خلاص اخر ماتش مش هلعب تاني كوره. فحقيقة اللحظات كانت صعبه جدا وقاسيه على واحد كان حياته الكوره فعلا، كان حياته كنت بحكي لميس وانا صغير اي اغنيه عاطفيه كنت ترجمها الكوره. كان بيحب الكوره، يعني ما يحبش حد، يحب الكوره يا منى، يعني تخيل الكوره. انا ماشي لو راكب عربيه اتوبيس اي حاجه ماشي، ببقى جنب الشباك حالم، بحلم انا بجيب جوال ازاي. و كابتن حسام غالي قد ايه انت صادق في كل كلمه بتقولها. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه، واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.